وجبار البصري الذي أكد أنه اعتقل بسبب مشاركته بالتظاهرات ولأنه انتقد معممين المرجعية الدينية طبعا. لنشاهد اللقاء الأخير للمتظاهر جبار البصري قبيل اعتقاله. انت دمرتوني، دمرت الشباب البصري، انتم لأحزابكم، عندك حلف بالأحزاب تتعين، عندك حلف ويا الإمامة السوداء تتعين، عندك حلف بالإمامة البيضاء تتعين، فر البصري كله، كل واحد فاتح على قندرة مكتب، أنا سيد قندرة، أنا سيد العار، أنا سيد الشيخ، ما أحترم بيكم، أنتم القندرة، أشخص وما أقرب من كل أحد، بالتظاهر وما عرفت طقت روحي، مليت من الجوع والظلم، ما تقدر تعين، يا أنت يا على أماري ويا غيري، يا مايمكم، يا قنادر، كنتوا عايشين بإيران، وهسه جيت تحكموني. كنتم والله كلمة البسطيته واسهاك وين روح؟ روح شوف بيوتنا، روح شوف متى من الظلم، انا العايشين بي تجيبني من الدول اشتغل عندك خدام انا ابن البصره. ليش هيجي؟ ليش انتم ما تصلحون؟ انتم من عمان؟ انتم شيوخ العشاير؟ تتحاركون بيناتكم ايش حياتكم؟ بس ما جاي تقفون يا الشباب؟ انت قاضي البصره، اذا واحد سرق تحكمه. بابا ليش مايك؟ بابا ليش تسلب؟ تدخل الجرائم وين الشباب هسه؟ والحسين ما اعتدى عوم بالسجون من الدك من التعذيب.